عندنا أهداف بطريقة تصاعدية. اليوم أولا أهم شيء نحن كمعارضة نتوحد وراء هالقضية. ما في بقى وقت للتفاصيل السخيفة، بدنا نعرف، ما بقى فينا نصنف الناس. في قضية أساسية بنختلف بعدين، نتخانق بعدين، بنشوف إن نجيب رئيس جمهورية بعدين. أي رئيس جمهورية؟ في بلد أصل العدل صار فيها هيك، عم نحكي بعدنا برئيس جمهورية؟ مين ما أجا رئيس جمهورية رح ينجيب بالقوة؟ إذا اليوم حصانة نواب تعرضت للدعس جوا، اليوم القضاء تعرض للدعس، يلي كل شيء عم نقوله. اليوم أهم شيء أولا إنه يتخذ قرار واضح شو صار اللي عم نطلب. نحن ما تدخلنا بالقضاء، هلا مجلس القضاء الأعلى مع القاضي عويدات اجتمعوا، تحركت فيهم كرامة القضاء بعد ما تهددوا يتكسر على راسهم. ما سمعنا حدا منهم استرجى، كان عنده الشجاعة يطلع يقول تهددنا جوا، فات حدا قال لهم بدي كسر أصل العدل على راسكم. كان في بيناتهم واحد عنده شوية شجاعة يفتح تمه من القاضي عويدات ونزول. هلا صاروا الشطارة علينا وتنفوت لجوا، فشل عرابتهم.